أقسم بالله العلي العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أكون من وسائل رحمة الله وأن أقدس حياة الإنسان وأن أحفظ كرامته وأن أخدم بلدي وأبذل رعايتي للقريب والبعيد وأن أثابر في طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان وأن أوقر من علمني وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله وأهل بيته والمؤمنين والله على ما أقول شهيد. شكرا لكم.